ممكن يكون عندنا 30 و40 ألف واحد يشتغل بالصحافة بس هو مو صحفي، ما يمتلك الخبرة والدراية والثقافة والعلمية والأهلية. مو مثل باقي المؤسسات أحيانا يجبروك أن تعطي هوية لشخص ما له علاقة، يعني ما له علاقة بالصحافة، يجبروك أن تتعامل مع شخص ما له علاقة بالمهنة الحقيقية وما يمتلك الاحتراف والمهنية والدور والثقافة التي يمكن أن تؤدي بها لأن يكون صاحب دور وقضية. كثير من الصحفيين المتمرسين والصحفيين المحترفين مقدمي البرامج والمخرجين والمصورين وحتى العاملين في الإدارات والكتاب والمحررين تعرضوا إلى انتهاكات خطيرة وابتزوا وهددوا بالقتل وهددت عوائلهم وهجروا خارج البلد وهجروا حتى إلى محافظات أخرى، ليس فقط من القوى الحكومية أو القوى النافذة والقوى المسلحة وإنما من التنظيمات الإرهابية والتنظيمات العنيفة والذين لا حتى تجار حتى أصحاب كليات أهلية وجامعات يركضون وراك ويريدون يسجنوك لمجرد أنه أنت طلعت بتقرير انتقد حالة سلبية في الشارع. صاحب مسؤول بلدي ممكن أنه يسجنك، وزير ممكن أن يسجنك، أحمد ملا طلال طلع ببرنامج انتقد قضية العراق كله يسولف بها صباح مساء 24 ساعة، العراق كله يعرف الفساد وين ومنه ده يفسد ومنه، يعني أنت ممكن واحد تروح عليه مسؤول يقول لك أنت شنون رايح، مرة واحد يقولوا لي واحد ما لدي أذكر وين يشتغل راح يهني مسؤول ماخذ 50 ورقة، قال لي يا بل ويا عيب 50 ورقة، شلون 50 ورقة تاخذها؟ على أقل أخذ وياك دفتر حتى من تقوم ولا تطيهن بيده، أنت خليه على الطاولة بالظرف واطلع في مالا مبروك العراق العظيم بخير ومن جهة أنت إن شاء الله العراق رايح للنعيم المقيم. هذه الدولة مؤسسة على أن تكون دولة مشوهة، دولة شوهاء، دولة إذا ما ترعى بها صاحب النفوذ والهيمنة والمال والسلطة لا تحترم ولا وزن لك، إذا لم تحترم هؤلاء وتكون خادم لهؤلاء لا وزن لك. ولذلك كثير من الناس الآن لما يتحدثوا لك عن المبادئ والقيم والأخلاق والشرف والنزاهة والضمير هو في 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 الحقيقة يمارس أعمال خاطئة من أجل أن يعيش، من أجل أن يضمن كرامته وكرامة أطفاله وكرامة أسرته. السلطة القائمة في العراق ليست سلطة حقيقية على كل المستويات، والذين يعملون فيها يعرفون ذلك، والذين يعملون في السياسة هم أيضا يفكرون في امتيازاتهم ومكاسبهم مو فقط لأنه حرامية ولصوص وفاسدين، لا احنا أنا خلي أبرئهم من هاي الحالة، ولكن لأنه أيضا لا يثقون بمستقبل الدولة ولا يثقون بالنظام السياسي القائم الذين هم جزء منه. نعم. إذا واحد راح صار برلمان يقول لك أنا باكر من أطلع، وين أروح؟ وين أنطوي شيء؟ وين أنطوي شيء بهذا البلد اللي إذا ما تكون قوي ونافذ وصاحب وقاحة وصاحب قوة ما تعيش به وتضيع الوزير والنائب والمدير العام ووكيل الوزارة والمستشار وحتى رئيس الجمهورية. يبدو الجماعة يبدو الجماعة لديهم شعار لم تكن حراميا قتلوك الحراميين.